من النجف إلى البصرة مطلب مشترك للعراقيين، استئناف العمل بإنشاء طريق الحرير الرابط بين ثغر العراق الباسم إلى بقاع العالم. أكاديميون ومختصون وشيوخ عشائر في النجف جمعهم هدف واحد علّه يسهم في رسم ضغط شعبي ليرى هذا المشروع الحيوي النور بأقرب وقت ممكن. العراق موقع استراتيجي، لابد أن تمر خلال طرق سكك الحديد، ويمتد هذا الطريق إلى أوروبا. لذلك احنا نأكد على الحكومة أن تستمر باتفاقياتها مع الجانب الصيني، وأن نستمر في موضوع إكمال هذا المشروع المهم الحيوي اللي يمكن أن ينهض بالعراق اقتصاديا. يدر الأموال الطائلة وينتشل البلاد والعباد من شبح البطالة الأسود، هكذا يرى اقتصاديون مشروع طريق الحرير في حال اكتماله. مشروع وكحاله من أقرانه لا يخلو من تعطيل متعمد من جهات محلية وإقليمية ستتضرر بمصالحها في حال دخوله للخدمة بحسب مختصين، لأنه راح يقوي الاقتصاد العراقي ويقوي الزراعة ويقوي التجارة وكل المجالات. يعني الآن تجي بضاعة من الصين ومن الدول الآسيوية وغيرها تكون عليها ضريبة، لكنه عندما ينجز طريق الحرير راح تكون هنا عندنا المصانع والمعامل، وراح يشغل عندنا أكثر من مليون يد عاملة. فطريق الحرير مشروع تتقاتل عليه الدول والشعوب، لا علينا أن لا يهمل هذا الطريق، تفعل لنسد الطريق على المريدين والدول المجاورة لنا والتي لها أجندات خاصة ودفعت ملايين مليارات الدولارات لأجل إفشال طريق الحرير. ويعتبر مشروع طريق الحرير من الطرق البحرية والبرية التي تربط آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا من المشاريع الاستراتيجية والاستثمارية الضخمة التي يجمع اقتصاديون على أنه يحقق منافع اقتصادية وسياسية وإن تأخرت مدة المباشرة به. حكومات تتعاقب وبرلمانات تتوالى، ومشروع طريق الحرير الرابط بين العراق وأقصى دول العالم لم يرى النور بعد، وهو ما يبعد البلاد عن فرص اقتصادية جمة بحسب اقتصاديين. من النجف محمد رزاق، التغيير.